بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. إن شاء الله في الفيديو ده عاوزين نبدأ نستخدم فاست لين في إن احنا نعمل خطوة من خطوات الانتجريشن بروسيس. احنا قلنا إن خطوة من خطوات الانتجريشن بروسيس هتكون إننا نجهز بيلد من الابليكيشن علشان نديه للكيو اي يبدأ يتأكد إن الفيتشر اللي احنا ضفناه شغال مظبوط ومحصلش أي بريكنج تشينج. فتعال نشوف ازاي ممكن نستخدم فاست لين في ان احنا نجهز بيلد من الابليكيشن. احنا هنبدا دلوقتي بالاندرويد بارت وبعدين هنشوف الاي او اس في فيديو بعد كده. لو جينا هنا كده عند الاندرويد بروجكت وفتحنا اب بيلد اوتبوتس، هتلاقي هنا كده في حاجه اسمها اي بي كي وتحتها نوع البيلد اذا كان ديباج او ريليس. فالديباج بيلد ده تجهز ازاي؟ ده تجهز اول مره عملنا ران للابليكيشن بتاعنا. طيب هو ازاي احنا اصلا نجهز بيلد من الاندرويد بغض النظر عن فاست لين؟ تعالوا نمسح الفولدر ده ونقول ان احنا في الطبيعي بنستخدم الجرادل وهي البيلد تول بتاعت الاندرويد. طيب بنستخدمها ازاي؟ اول حاجة بروح للاندرويد فولدر وبقول له جرادل دبليو السيمبل وبعد كده البيلد في حالتي انا الديباج. هنا كده هو هيبدأ يجهز لك الديباج بيلد، وهنا كده سريع جدا علشان الديباج مش بياخد وقت. فدي التول اللي احنا بنستخدمها في الطبيعي علشان نعمل بيلد للاندرويد. طيب هل ممكن نستخدم الجرادل في الفاستلين؟ تعال نشوف. انا هنا كده محتاج اعمل اي حاجه في فاستلين، بروح للافيلابل اكشنز وباجي هنا كده بلاقيه عامل لي كاتيجورايزيشن، فبختار بيلدنج بما ان انا عاوز اعمل بيلد للابلكيشن وبشوف الاكشنز الموجوده. هنا كده جيم alias for the build app action، بس ده بيشتغل على اي او اس وماك. هتبدأ تقرأ واحدة واحدة هتلاقي حاجة اسمها جرادل، all جرادل related actions including building and testing your android app، وبيشتغل على اي او اس واندرويد. طيب هل في حاجة تانية؟ لو نزلت لتحت خالص هتلاقي في حاجة اسمها build android app ودي alias for جرادل action، يعني دي ما الا اسم تاني للجرادل action. لو نزلت هنا كده مش هتلاقي حاجة تخص الموضوع ده تاني، فتعالى ندخل على الجرادل ونشوف ممكن نستخدمه ازاي. هنا كده بيقول لك ان انت عندك جرادل اكشن، وهنا كده في البارامترز اللي بتبعتها. واحده من البارامترز هي التاسك، والتاسك دي اللي احنا استخدمنا السيمبل ديباج. هنا كده ممكن تقرا الاكزامبلز كلها، وتحت كمان هتلاقي دي البارامترز الموجود. فاحنا كل اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا ناخد دي كوبي ونيجي هنا كده ندخل على الفاست لين جوه الاندرويد فاست فايل، وتعالى نعمل هنا كده لين جديدة، خلينا نديها description ونقول prepare android debug build، ده description. بعد كده لين ونديها اسم نقول build debug ممكن android. هنا كده في دو وبعد كده في انت. تعالى نعمل بيست للجزء بتاعنا. طبعا احنا مش محتاجين نحدد الفليفر ولا البيلد تايب، انا هنا كده هغير الاسمبل دي اخليها اسمبل ديباج. وتعالى هنا كده قبل ما نعمل اي حاجة نمسح الفولدر علشان نشوف اذا كان هيعمل الفولدر ده ولا لا. نيجي هنا كده علشان نexecute fastlane action كنا بنقول bundle exec fastlane واسم اللين اللي هو build debug android. هنلاقيه هنا كده جهز لنا الديباج بيلد وكل حاجة succeeded.